بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله صباحكم حفلنا متابعينا عشاق الأصالة جمهور التراث. التحية تتجدد بكم، نعم، من على أرضية ميدان الفليج، ميدان الهجان السلطانية. الانطلاقات تتوالى، شوط من أشواط الخير والبركة ينطلق على أرضية الميدان، حاملا في طياته تحديات القعادين الحقائق. مسافتنا هي 4 كيلومترات ضمن النقل الحي والمباشر من قناة عمان الرياضية الناقلة لهذا الحدث المهم من على أرضية هذا الميدان. شوطنا 16 يسير وتسير الأسماء والشعارات حاملة الإثارة والمتعة. نسير مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة، حيث التواجد الأول من منذر سلطان بن غثي بن حميد الغفيلي يتقدم بانطلاق منذر على المقدمة على المركز الأول. المركز الثاني اللي واصل على مستوى المركز الثاني راشد بن سالم الغيلاني يتقدم، نعم، بالانطلاق. المركز الثالث اللي وصل على المركز الثالث، الانطلاق يأتي من قبل هجام جاسم بن عوض بن سليمان الهديوي، يتقدم الهديوي بانطلاق هجام على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع اللي واصل اللي يتقدم بمستوى المركز الرابع هذا الصيرمي حمود بن محمد بن سعيد الحارثي، يقدم الصيرمي على الانطلاق. المركز الرابع اللي بدل انطلق الى المركز الرابع، الوصول من حطاب احمد بن محمد بن سيف الدرعي، يتقدم الاسم القادم والمنطلق ايضا مهدي سالم بن علي بن طناف الدرعي يتقدم، والاسماء واصله ومتحركه ايضا. اللي واصل ملبي محمد بن عبد الله بن محمد الهاشمي يتقدم بانطلاق ملبي، والمركز السابع اللي واصل على المركز السابع نبه محمد بن حميدي بن سالم الدرعي يتقدم بانطلاق نبه. ثامن المراكز والتحديات، الله اللي واصل اللي متحرك مشوش علي بن سلطان بن جمعة السعدي يتقدم. المركز التاسع الوصول من شعار المغيري يتقدم، نعم، قاصد حمد بن الصغير بن ناصر بن علي المغيري، يا سلام يا سلام. المركز التاسع ايضا وصول وتقدم وانطلاق مثير يأتي من قبل الصيرمي حمود بن محمد بن سعيد الحارثي. والمركز العاشر اللي واصل على مستوى المركز العاشر ايضا عزام زايد بن سعود بن حميد الدرعي. هكذا هي 10 الاسماء المنطلقة والمتقدمة مع انتصاف المسافة، مع انتصافة مسافة 4 كيلومترات، حيث تواجد هجام على الصدارة على المقدمة على المركز الاول. جاسم بن عوض بن سليمان الهديوي يتقدم انطلاق هجام على مستوى المركز الأول. المركز الثاني الانطلاق الثاني نبه يا نبه محمد بن حميدي بن سالم الدرعي ينطلق بمستوى المركز الثاني. المركز الثالث الانطلاق الثالث يأتي ويتقدم حطاب أحمد بن محمد بن سيف الدرعي يتقدم. المركز الرابع الوصول والتقدم والانطلاق من الصيرمي حمود بن محمد بن سعيد الحارثي، ولكن اللي واصل، نعم، بالانطلاق المثير ملبي محمد بن عبد الله بن محمد الهاشمي يتقدم بمستوى المركز الرابع. المركز الخامس الوصول الخامس عزام زايد بن سعود بن حميد الدرعي يتقدم، والمركز السادس شعار المغيري ينطلق، المغيري يتحرك، المغيري يسير قاصد سعيد بن الصغير بن ناصر بن علي المغيري، ولكن وين؟ ولكن العودة مع الصدارة، العودة مع المقدمة، العودة مع الانطلاق، العودة مع الانطلاق. نبه يا نبه على مقدمة المسار على المركز الأول. بدأ بالانطلاق المثير، بدأ بمغادرة الجموع. الله 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 يا نبه الله محمد بن حميدي بن سالم الدرعي، ولكن الوصول، ولكن الأسماء واصلة والشعارات قادمة ومنطلقة وما حد منا أمان. الله يا حطاب أحمد بن محمد بن سيف الدرعي يتقدم
السلام والوصول ايضا، والانطلاق ياتي من عزام زايد بن سعود بن حميد الدرعي. الله 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 الله، المركز الرابع ايضا واصل ومنطلق ومتحدي ملبي محمد بن عبد الله بن محمد الهاشمي. والمركز الخامس اول ندع على المركز الخامس هايم محمد بن خليفة بن خميس الهاشمي، ولكن وين نبه، ولكن وين نبه، 700 متر اخيرة فاصلة عن التتويج والانتصار. الله يا نبه، الله يا نبه، الاسماء وصلت، الشعارات قدمت وانطلقت. يا سلام يا سلام، شوف الاسم القادم، شوف الاسم القادم، من يتحرك ويتسلل تسللا مسموح نحو الصدارة والمقدمة. عزام عزام عزم على الشوط، عزام عزم على الشوط، ولكن ايضا هايم هايم هايم. الله الله، وتابع اللي واصل من ميمنة الميدان، يخترق الصفوف الامامية. حرب يا حرب، حرب يا حرب، يا هي معركة. قصير بن علي بن محمد الينيبي، ولكن قيصر بن علي بن محمد الينيبي، ولكن وين، ولكن وين، عزام عزم وراح، عزام عزم وراح. سلام يا زايد بن سعود بن حميد الدرعي، من انطلق بالانطلاق المثير نحو الصدارة والمقدمة. تهانينا نزف لك خالصة من أعماق القلوب بانطلاق نبه على المقدمة. سلام سلام سلام، تحية واحترام محمد بن حميدي بن سالم الدرعي المركز الثاني. كان وصول هاي محمد بن خليفة بن خميس الهاشمي المركز الثالث، كان الوصول والانطلاق من ملبي محمد بن عبد الله بن محمد الهاشمي. تهانينا والناموس لك يا راعي نبه على الفوز والانطلاق محمد بن حميدي بن سالم الدرعي، من انطلق بانطلاق شوطنا السادس عشر. تهانينا والناموس. هذا مشاهدينا الأعزاء كانت نهاية الشوط السادس عشر من أشواط صباح هذا اليوم. نبه احتل المركز الأول وقدم عرض كبير. تهانينا لمالك نبه محمد بن الحميدي الدرعي على حصول نبه على المركز الأول وانتزاعه لهذا المركز الرائع وانفراد الجميل. هذه لحظات وصول نبه محتل المركز الأول بست دقائق سبع ثواني 54 جزء من الثانية. تهانينا على هذا الحضور المشرف لهذا الشعار الجميل. أما المركز الثاني وصل هايم لمحمد بن خليفة الهاشمي. لحظات وصول هايم وهو في المركز الثاني محمد بن خليفة الهاشمي بتوقيت زمني مقداره 6 دقائق 9 ثواني 72 جزء من الثاني. أما المركز الثالث وكان أيضا وصول رائع ومنافس كبير في هذا الشوط لمحمد بن عبد الله الهاشمي، شاهين محمد بن عبد الله الهاشمي بتوقيت زمني 6 دقائق 11 ثانية 24 جزء من الثانية. تهانينا لمالك شاهين محمد بن عبد الله الهاشمي هذا الحضور الجميل في هذا الصباح. تابعنا شوط رائع وشوط تنافسي كبير، حمل لنا عدد من الجعادين وملخص هذا الشوط ومدار من أحداث مع مخرجنا العزيز واللقطات الرائعة والتدافع الكبير مع بداية الانطلاق. الأعداد، لاحظوا الأعداد وقوة الأعداد في هذا المهرجان. كل الأشواط تقريبا تجاوزت 50 وبعضها وصل للستين والسبعين، يعطي دلالة على إقبال الأخوة المشاركين للمشاركة في هذا المحفل الكبير على مدى 3 أيام. يوم الغد أشواط اللقاية أيضا ستشهد حضور كثيف من كل الأخوان المشاركين. لاحظ شعار الغيلاني متواجد، ونلاحظ الأخوان المهتمين من كل أبناء السلطنة للمشاركة في هذا المحفل. أتوا بشعارات تم